بالله كيف أصغ أبياتي والحرف يقصر دون حاجاتي. تلك المناهج من يجاريها نجم على كل المجالات. هي محضن للعلم رائدة، هي روعة الماضي مع الآتي، فهنا الثقافة طب منشأها. صرح المناهج إذ سما متألقا يمضي بنا نحو العلا والسؤدد، صرح أضاء وشع في أرجائنا، هو منهل عذب نقي المورد. مع انبلاج الصباح وبزوغ أشعة الشمس يهرعون إلى المناهج، وكلهم أمل بتفوق علمي رفيع ومستقبل مشرق زاهر. إنها أيام دراستي في المناهج، وفي المناهج كان للطابور الصباحي معنى آخر. في صحبة نمضي لنبني رفعة بعزيمة وبهمة وثبات، ومع الصباح إذاعة ورياضة فيها النشاط وأحسن الكلمات. المدرسة معلمين الأفاضل أخواني الطلاب، أحييكم ببرنامج الإذاعي لهذا اليوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمر إلى العمر كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري ومسلم. لذلك شعار مدارسنا هو الريادة في العلوم والرياضيات. شكرا لك. وفي ختام برنامجنا الإذاعي نشكركم على حسن إصغائكم ونتمنى لكم التوفيق والنجاح. تقبلوا تحيات مقدم برنامج الطالب حسن الصيام والمسلم الإذاعي السابع عماد فؤاد. وتبدأ الدراسة بهمة ونشاط وعلى بصيرة ورشاد، حيث ننهل من نبع المناهج العذب زلال، نستقي علومنا، نبحث، نقرأ، نستقصي، نحلل، نناقش، نستنتج، ونظل عطشا للمزيد. بالله كيف أصغ أبياتي والحرف يقصر دون حاجاتي. تلك المناهج من يجاريها نجم على كل المجالات. هي محضن للعلم رائدة، هي روعة الماضي مع الآتي، فهنا الثقافة طب منشأها، نور سرى بين البريات. هي محضن للعلم رائدة، هي روعة الماضي مع الآتي، فهنا الثقافة طب منشأها، نور سرى بين البريات، نور سرى بين البريات. بالله كيف أصغ أبياتي والحرف يقصر دون حاجاتي. تلك المناهج من يجاريها نجم على كل المجالات. وهنا الفنون بكل أضربها ترعى فأكرم بالرعايات. أما إذا ما رمت تسلية للجسم فانعم بالرياضات. وهنا الفنون بكل أضربها ترعى فأكرم بالرعايات. أما إذا ما رمت تسلية للجسم فانعم بالرياضات، للجسم فانعم بالرياضات. بالله كيف أصغ أبياتي والحرف يقصر دون حاجاتي. تلك المناهج من يجاريها نجم على كل المجالات. وهنا اجتماعيتنا برزت بمعارض أو بزيارات. تلك المناهج يا أحبتنا نجم الثريا في السماوات. كنا رفاقا في العلوم ودأبنا
نجري التجارب والمعلم يشرح، إن أشكلت إحدى المسائل حلها أستاذنا والمبهمات يوضح. تلك المناهج منهل لا ينتهي علما، ومن قصد المناهج يفلح. على كل المجالات وهنا اجتماعيتنا برزت بمعارض أو بزيارات. تلك المناهج يا أحبتنا نجم الثريا في السماوات. علم الرياضية مقصدها وبه العلوم سمت لغاياتي. علم الرياضية مقصدها وبيد العلوم سامت لغاياتي، وبيد العلوم سامت لغاياتي. لله كيف أصر أبياتي والحرف يقصر. ما أروعها من ذكريات، وما أجملها من أيام خاليات. كم مباراة خضناها بجدارة في كرة القدم وكرة السلة وتنس الطاولة وفي السباحة وغيرها، ومع الأصدقاء نتناول طعام الإفطار في المقصف الذي لا ينسى. فكم سعدنا بتناول وجبات صحية لذيذة، زاد من روعتها اجتماعنا في ألفة ومودة. وبعد عناء يوم دراسي نحس بأرواحنا تتوق للمصلى لنهنأ بلحظات السمو والارتقاء في عبادة خاشعة نقية. الله أكبر. وبعد الصلاة نستمع إلى كلمات ندية ومواعظ نقية، وقد توزع علينا شهادات التقدير ودروع التفوق. تلك الساعة من أروع وأسمى أوقاتنا. أما المكتبة فشأنها مختلف، وعطاؤها في العلوم لا يقف. إن لها لحلاوة وإن عليها لطلاوة، هي موئلي إن رمت معرفة، وما لي موئل أهفو إليه سواها. هي دار علم أستقي من نبعها كل المعارف إنني أهواها. تلك هي مكتبة مدارس المناهج، حيث تشتمل على كتب في العلوم كافة وبرامج علمية شتى. نجد فيها غذاء الفكر والعقل ومتعة النفس والروح. وفي معمل الحاسب تعرفنا على روعة التقنية الحديثة وتنوع مشاربها وتعدد مجالاتها، وتعلمنا أن الشاشة الصغيرة نافذة على العالم، وعلينا أن نكون رجال علم نختار ما ينفعنا ويرقى بنا إلى المعالي. وانقضى يوم دراسي حافل بالعطاء والفائدة، ويتكرر المشهد كل يوم، ولكن بمعطيات جديدة وعلوم مختلفة. فمع المناهج لست أشعر بالملل، عند التخرج أرتدي أبهى الحلل. ويترك الطلبة مقاعد الدراسة، ولكن هيهات أن تزول الذكريات، فالقلوب لا تزال متعلقة بالمناهج، ففيها أجمل الذكريات وأسعد الأوقات. تلك هي قصة دراستي في المناهج. بالله كيف أصر أبياتي والحرف يقصر دون حاجاتي. تلك المناهج من يجاريها نجم على كل
كل المجالات. هي محضن للعلم رائدة، هي روعة الماضي مع الآتي. فهنا الثقافة طب منشأها، نور سرى بين البريات. هي محضن للعلم رائدة، هي روعة الماضي مع الآتي.